بلمسات فنية ممزوجة بهندسة مستوحاة من المباني التي تعود إلى حقبة المغول، تقدم الفنانة الباكستانية إيروم أشفق آخر أعمالها في إسلام أباد. وتركز إيروم في لوحاتها على عنصري الضوء والظل والمزج بين الألوان لاستكشاف جمالية الهندسة المعمارية في إقليم البنجاب. أقدم الدعم دوما للفنانين الشباب الذين بدأوا يهتمون بالتراث الحضاري الباكستاني بشكل جذاب وعصري، ما ساهم في تنشيط الفنون في باكستان خلال العقد الأخير. لكن من المؤسف أن المعارض لا تبيع سوى ربع اللوحات المعروضة. ويحرص فنانون على تقديم أساليب مبتكرة وبمواضيع مختلفة في لوحات تعكس خصوصية بعضهم في التعامل مع سطح اللوحة وبتقنية التلوين الضوئي. أتابع بشكل منتظم ما تقدمه المعارض الفنية التي تقدم عدداً كبيراً من المدارس الفنية المختلفة، وأفضل اللوحات التي تعكس غنى الموروث الحضاري في باكستان. وتقدم صالات فنية في باكستان عروضاً تشجيعية للفنانين لاستضافة معارضهم على مدار السنة من أجل تحفيز المهتمين بالفنون على تجاوز ضعف الفعاليات الثقافية. يسعى فنانون باكستانيون إلى إعادة الحياة للفن التشكيلي في إسلام أباد وسط مخاوف من أن يتراجع الإقبال على الفنون بسبب موجة العنف التي تضرب عدداً من مناطق البلاد. سعاد رودي، سكاي نيوز عربية، إسلام أباد.